أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، تحياتي من هذا المنبر. أخوتي العزاز، شكرا شكرا على اللايك ديالكم، الاشتراكات ديالكم. تحياتي من هذا المنبر. الناس الزوينين اللي كيديروا التعليقات، وعايدة كدي عملتوا لنا اللايكات، جزاكم الله خيرا. شكرا شكرا، موتا غراسياس لا خين دي كيميسي دو الموندو، موتا غراسياس لا جين دي كاتالونيا، جين دي اسبانيا، جين دو الموند، موتا غراسياس. خوتي الاعزاز، غنهضروا على واحد العاده سيئه اللي عند العرب، يعني عندهم واحد العاده سيئه، يعني هو انتقام الانسان. ملي كينجح واحد من العائله، شكون اللي كينتقم منه الا الناس المقربين للعائله؟ يعني غنهضروا على عالي وصال، يعني ومشي، يعني حنا كمثال، يعني هادشي هذا كاين في العائلات كاملين. واحد نجح في العائله نفرحوا له، ويكون نجح واحد من العائله ديالنا لعاب ولا فنان ولا نجاح في حياته في اليوتيوب ولا هذه، لا حنا خصنا ندمروه. دابا هاد العاده السيئه، شكون اللي غايجي لنجح من العائله وانا غنتاكرك لحسن من العائله بحال شغل ديال الورد؟ ودي العزاز، هاد العادة السيئة كي نشوفها انا اللي كيتعرضوا لها علي وصال من هاد الشماتة من العائلة ديالهم، يعني انتقام من العائلة. ما يقدرش هو ينتقم، يقول له يمشي ينتقم شي واحد بعيد منهم، لا. العادة يعني خبيثة اللي شفت في الدول ديالنا، يعني انتقام. إلا نجح شي واحد في العائلة، غنوض العائلة تنتقم منه. علاش نجح؟ شوفوه يسعى، نشوفوه يطيح بينا سي واخا، ولكن الا نجح في حياته لا غنتكروه غنطيحوه. دابا شمن الرباح انت خصك تطيح واحد من العائله اللي نجح والناس كلشي يعرفوا هو نجح؟ انت يعني كتبقى كيتمح انسان خبيث قبيح، اللي الانسان اللي كيمشي قصد هذا، يعني وهاد العاده خصها تزول. خوتي العزاز، تحياتي للمراه المغربيه العظيمه، كنتحيو للمراه المغربيه يعني على المسيره الخضراء. يعني شوف المسيره الخضراء، يعني باش نعملوا التحيه للمراه المغربيه. ملي مشاو في العهد ديال الحسن الثاني رحمه الله، مشات المراه المغربيه والرجل المغربي باش حروا الصحراء المغربيه، يعني باش بالنساء اللي مشاو. ما كان تما لا ريستوران، ما كان تما اوتيل، ما كان تما مطعم، ما كان تما مخباز، ما والو. باش حنا كنشكروا هذه المراه المغربيه، يعني كوصال وكالمراه المغربيه كامله اللي شاركت في المسيره الخضراء من طنجة الكويرة، الصحراء المغربية، حب من حب وكره من كره. يعني تحياتي للنساء والرجال المغاربة اللي مشاو في العهد ديال الحسن الثاني رحمه الله كيفاش نظم ديك. خوتي العزاز، باش كنرجعو يعني لهاد العادة السيئة، العادة السيئة اللي كاينة في الدول ديالنا العربية. يعني إلا نجح واحد من العائلة كنعملو له انتقام، وانتقام حاد شاد، يعني وصل القاتل، وصل حتى العاده السيئه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم على الجار، ماشي على العائله ديالي، على سيره الراحل. هاد العاده السيئه، نجح واحد وصل بحال دابا علي وصال، خدموا على القناه ديالو، وصلوا العائله، لا وحنا خصنا نقتلوه. ماشي قتلوه، واش غادي منه؟ ما كتبهدلوا براسكم، كطيحوا بالقيمه. واحد نجح قال حنا لا، هو شفار، هو وامشي تعمل الشغل ديالك. لو كان شفر ما يوصلش لواحد القناه من يوليا، واش هاد الناس اللي كيسردوا هادي تاقوا فيه بزعه وزاد وكملوا له؟ يعني ملي كان يدير داكشي هذاك، الناس ديالو تاقوا فيه وشافوا الناس اللي سردوا له، ملي الناس وصلوا سكشوا الحمد لله وسلم داكشي. راه عالي ما جا مع واحد الشجره طيبه، ويصل ما جا مع واحد الشجره طيبه. شوف نتوما اللي كدابزو على السعودي ودابزو على الخليجي ودابزو، مشي يعني انت واش كنت؟ شكون اللي وراك اليوتيوب؟ يلا ملي كافك القمل والباقو، يعني شكون اللي وراك اليوتيوب؟ يلا باش انت لا، وحنا هذاك من العائله خصنا ننتقمو منه، لا هو من العائله، فهمتي؟ لا، هاد العاده سيئه عندنا حنا في العائلات. خوتي العزاز، دابا علي خدام على القناه، وصل ولا وصل لواحد النجوميه. انت شغلك، انت مشي دحراس ولا مشي درع الكسيبه ديالكم؟ انت ما عندك. هو وراك وخرجك وقال لك شوف انا وصلت وبغيت نوصلكم. شوف الانسان طيب، دابا بحال عالي وصل، بغا وصلكم عتخوكم حيد لكم القمل والبرغوث والسقط والمصيبه الكعلة، وهذاك لا شد العمى في الظلمه. علاش حنا من العائله؟ هذا الورط الخبيث اللي ورثوا العرب على ما عرف علاش يعني الشياطين، يعني نجحوا واحد العائله انتقموا منه. هذه خوتي العزاز، يعني
هذه جاري بها العمل، غير شي واحد يطلع تشوفه يسعى يطيح بك ويجي يطيح بك ويبهدلك في القهاوي ويجي يسعى ولا يسعى وياه، وانت حاشي راجل وانت راك كلب. يكون واحد من العائله اللي طلع في النجوميه وهذيك خصها تفرح، غادي يكون لعب ميسي مارادونا، الناس العائله ديالهم كيفتخروا بهم. دابا هذا بني حمد كيف جاب هذه طلع بواحد المحتوى زوين محترم، لا وحنا خصنا نطيحوا، وانت طيحتو لا انت طيحتو انت غتطلع وانت مبهدل. الدليل على ذلك واحد الانسان اللي كيهجم واحد طلع، يعني انت غشاش. كيفاش الناس غادي حنا غادي طلعش ما دورينا دورينا زبل في الناس، دورينا الفضائح، دورينا شي حاجه خايبه الدبزات، واش من محتوى هذا؟ إذا جينا شي محتوى الدور بطولي، واحد الانسان بطولي كيوري يشوف حال عالي يعني، ولا ويصال الناس لا مع الجمهور ديالو ولا مع الناس ديال العائله ديالو مع با وما مشيت انا مسخوط سنا ما عنديش وانت ما وقفش علاقه انا مسخوط والدين يعني عاش لا غموده اطلع انت مسخوط والدين وانا مع واشوف غير على مسخوط الوالدين راه صافي عملتي الميترا كولا الناس غادي تخلعوا منك لا انت ولا ديك. واحد الانسان اللي كيسب يعني كيطيح بالقيمه ديال المراه المغربيه، ما كيكون عنده شي القيمه، ما عنده شي محتوى، ما عنده شي شرف. واحد اللي غرشي على بلاده وما يغرشي على ولادو بلاده ولا على العائله ديالو. انا باش نشوف العائله ديالي نعرفهم هما زنديقيين، العائله ديالي مثلا وانا غنمشي نفتحهم انا ماشي راجل شماته بالشماته الاخر غنكون. باش انا نجي نشوف واحد المراه من العائله ديالي كتعمل وانا غنمشي نشهر بها، كيتبهدل براسك اشري غنمشي نرجع للطريق ولا شي حاجه وندفع بلاتي احسن ماشي انت تشهر بواحد الحاجه. لا انا يوتيوبير ولا انا دارك ما تامن انت والو. واحد الانسان يعني خصك تمشي درع الكتيبه ديالكم، علاش انت واحد الانسان طلع بواحد المحتوى نقي لا وانا غنجي نزبل فيها ونطيح له بمراته لا باش نزول له مطعو بحال دابا هذاك انا ربحت لا وانا ما نقدرش نربح واعطيني ومشي ربح انت هذا عملتي الوصال دابا وعالي طلعوا القناة لا واعطيها لنا واعطاها لكم هاكم النصف المتابعين ديالو عرفكم على الناس حالكم قناة قال لا واعطينا شحال يعطيك يعني كتبهدلوا براسكم كطيحوا بالقيمة ديال البشرية ديك المنطقة لا كاع المغرب كامل يعني باش تجي انت تضرب في واحد المرأة مغربية كتبهدل براسك وكتبهدل بالمغرب كامل. علاش الانسان ما كيدخل يعني في الصراع على الفلوس ولا مبهدل باي واحد واخا بالجامع بالفقي بالمحار يعني بالام ديالك بالناس بكل شيء لا يعني محتوى خبيث محتوى يعني لا شيء باش انت واحد طلع وانت ضربتي عملتي الله يجعل البركه تحركتي شويه الله يعاونك حتى وصل انت تمشي للحبس ودي معاك الناس للحبس دك عالي ولا كامل بكم يعني وصلوا شي حوايج لا يحملوا عقباها. لا وانا تعطى ناس ما عرفت انت غير كتخرف راه القوانين كيعاقبوا يعني انت باش تشهر له بالاولاد ديالو ولا بالمراه ديالو يعني هادشي هذا القانون كيعاقب. انا نظن دابا علي مثلا واحد الانسان هي مسكين ما يصبر على حساب الوالدين ديالو يعني الحاج والحاج ما باغيين شي يوصل عائله وانتم ناس قتال يعني وصلوا لهذا الشيء هذا بالفصل حتى خاص الناس يغاتها هما قتلوا بعض تمشي انت رابح. الناس اللي واعيين كيشوفوك انت واحد الانسان خبيث. علاش قتلتي عباد الله فرقتي الخوت فرقتي الام على الاولاد ديالها طيحتي بالام وعند الاولاد ديالها راه كتشوف المحتوى خبيث محتوى يعني لا شيء. يعني الانسان اللي يتفرج فيك يعني كيكون مريض في عقله. الانسان اللي بعقله يقولوا شوف الانسان واش نبداو من الاول كيف كنتي انت جاك الانسس قال انا باقي وهو مسكين ديك عالي كيسوفري معاك يقول لك وانا والله الا استغرب لا وانا ما عارف كيفاش يعني بحال يعني ما عمرك شفتي الفلوس وما عمرك شفتي انت والانسان ما شافش الخير صعيب باش تعب به. دابا لو كان عالي مطور ما يوريكش هذه الطريقه هذه عرفت انت واحد الانسان مكحوط خليك مكحوط تعطيك باقا الدور تما تجيب له القيض وتجيب له تمشي تسخر له من عند الحوانتي تجيب له تعمر له البواط وتعمر له يخليك حمل. انسان طيب انسان زعما شاف فيك بحال انت شاف ديك الحاله يعني شاف فيكم. والغدر راه صعيب يعني الانسان ما كيغدر الدم ديالو ولا الجار ديالو ولكن حنا نقولوا المحتوى وهاد العاده السيئه اللي في العرب يعني
واحد من العائلات لا خصنا نطيحوه، واش غنطيحك؟ بالعكس انت خصك تفرحك وعندك واحد النجم من العائله ديالك، المنطقه ديالك. دابا من يحمد نفتخر باللي جوج دمنا عم طلعوا يعني وصلوا لواحد القانونيه، واحد الناس تهضر عليهم العالم، وهذه يعني انت خصك تفرح، الناس ديالك تفرح، المنطقه تفرح، لا انت مبهدل. يعني اعمل محتوى اشطح، شبر الغيطان وبقى تشطح، يعني اعمل شطح، يعني ملي وعمل ما تعرف دير والو، تعرف تزبل في الناس. واش هذه محتوى؟ تعلم الناس يدابزوا في اليوتيوب، يعني هذه محتوى. زيد عطينا شي نموذج زوين باش كنبقى يعني صابر، كيقولوا المصالح في لابوكا، صابر يبقى في الثقون ديال المشاهدين. فشوفوا دابا علي وصال، يعني تبارك الله عليهم، وصلوا بواحد المحتوى قيمة، هذا واحد وما كيتعرضوا للاذى. خوتي العزاز ما نطولش عليكم، شكرا شكرا، تحياتي مع المنبر. خوتي العزاز ما تنساوش لايك واشتراكات، وتحياتي لعلي وصال، تحياتي، والله يعطيكم بالصبر، ما يكون عندكم العائله سيده يعني العقليه ديال البهايم. خوتي العزاز خاصو يصبر علي وصال، وشكرا.